مع حلول شهر محرم الحرام تبدأ المواكب الحسينية بالانتشار في أماكن مختلفة من مدينة تل عفر، ومعها يبدأ تقديم الخدمات للمارة وزوار المواكب في أجواء تبعث الأمل في النفوس وتعكس صور التعاون والمحبة بين الأهالي، إذ أنه يتم إعداد الأطعمة والأكلات المختلفة بالإضافة إلى توزيع الماء والعصائر المختلفة. احنا خدام الحسيني إن شاء الله نقوم من 5 الصباح نحضر الريوق، نوزع الريوق، وبعدين ساعة 12:30 نوزع الغداء، ونخلص الغداء وشوية نرتاح، وبعدين ساعة 7 و7:30 نوزع عشاء. كل سنة احنا نحضر الموكبنا، نبدي نوزع أكلات والعصائر وشربات إن شاء الله، وكل سنة احنا حاضرين وخدام الحسين إن شاء الله. ما شاء الله أهل المواكب مو مقصرين ويا الزوار، وإن شاء الله الله يتقبل منهم مأجورين إن شاء الله. التعاون ما شاء الله من قبل الأجهزة الأمنية والمواطنين ومشترك ما شاء الله، ومو مخلين قصرة مع الزوار إن شاء الله. وبحلول المساء يتم إعداد وجبات العشاء وتقديمها للحاضرين في المواكب وإرسالها إلى البيوت القريبة من هذه المواكب أيضا، فهنا كل شيء يجتمع لينبض برسالة عاشوراء الإنسانية في رسم أجمل لوحات التعايش بالإضافة إلى إعانة المحتاج والفقير. المواكب الحسينية هي دافع أساسي من أجل الوحدة، من أجل التعاطف، من أجل أن يرحم الواحد الآخر. إن المواكب الحسينية هي لم الشمل، هي التلاحم، هي التواصل، هي صلة الأرحام. هذه هي ثورة الحسين من أجل المجتمع، من أجل بناء مجتمع سليم متطور وزاهي وملتزم بالعقيدة الإسلامية. لدينا يوميا إن شاء الله توزيع عدة وجبات من الريوق والغداء والعشاء، فمختلف أنواع الأطعمة من المأكل والمشرب. فنحن على مدار سنة كاملة نجهز الموكب لغرض نقدم خدمة للزوار أبا عبد الله الحسين. توزيعنا أدنى توزيع ريوق ساعة 7 نوزع ريوق، والغداء 11:30 و12 نوزع إن شاء الله، والعشاء ساعة 6 6:30 نوزع. السورة المعبرة توحي بأن شهر محرم الحرام شهر لتأكيد التعاون والتراحم وتقديم الخدمات لكل الناس. لبرنامج صباحات حسينية، نبيل داود، تل عفر.